والسلام. وبرا بوالدتي وبر الوالدة مر أكيد معنا في كثير من الدروس أنه من أعظم القربات إلى الله عز وجل. وقد قلت مرارا ما زلت وأقول إن أعظم البر أن يحرص المؤمن على أن يفقه ماذا تريد والدته منه قبل أن تتفوه، يحفظ لها ماء وجهها، فإن تفوهت بالطلب وذكرته فلا أقل من أن يعظم العطاء، بمعنى أنه إذا طلبت منه شيء لا بد أن يزيد في الطلب حتى يبقي على الحظ الأكمل. هذا عند الطلب من ماء الوجه. يعني الآن أمام حالان، الحالة الأولى أن يحاول أن يفقه ماذا تريد الوالدة من غير أن تتكلم، فيقرأه فيحفظ ماء وجه والدته، وهذا عندي أعظم درجات البر. الحالة الثانية أن ماء الوالدة تفوهت بالطلب، قالت الطلب، فيأتي به أكمل مما تريده الوالدة حتى يشعرها أنه فعله عن رغبة وعن محبة. والوالدان كلاهما بابان عظيمان من أبواب الجنة، بابان عظيمان من أبواب الجنة، ومن يزهد في هذين البابين لم يعرف الله عز وجل حقا، ولم يدري بعد ما الطرائق الموصلة إلى رحمة الله. جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك. اللهم آمين.